صباح الخير الجماهير واعضاء النادي الاهلي العاشقين ليه في داخل مصر وبره مصر. النهارده يا جماعه طبعا بمناسبه الصيف وانتهاء فصل الصيف، ناس طبعا لسه في اجازات واللي رجع من اجازه طبعا ملخبطين في نظام الاكل بتاعنا، بمناسبه اللي احنا بقى مواعيدنا مختلفه، بننام متاخر بنصحى متاخر، الكلام ده كله بيعاكس على صحتنا ومخزون الدهون طبعا في الجسم بيزيد، طبعا منقطعين في الجيم بسبب احنا بنسافر الفتره اللي فاتت. فطبعا كل الاسئله كانت بتجينا من الفتره القصيره اللي فاتت دي قبل الحلقات طبعا قبل ما نرجع نكمل التصوير معاكم، كانت بيسالينا ايه يا كابتن التمارين اللي ممكن نعملها بيت ورك اوت او في الشاليه بتاعي او على البحر او الكلام ده، بمناسبه احنا مش قاعدين في البيت فمنقطعين في موضوع الجيم. من ضمن الاجزاء اللي كانت مطلوبه مننا الفتره الاخيره وكانت عليها لود كتير قوي موضوع البطن، لان هو ده اكتر حاجه بتبان لما بلخبط طبعا في نظام الاكل بتاعي. فطبعا احنا جينا النهارده بتمرين بطن خفيفه مش محتاجه اي شغل خالص، حتى عشان برضو ما زهقكش في الاجازه بتاعتك او لسه كابتن هلعب بطن والكلام دوت، لا انا هعمل تمرين بطن خفيف، انا ممكن حتى اعملها على الارض عندي في الصاله وانا قاعد وقبل ما انزل البحر او على البحر، بما ان الجو على البحر دلوقتي يبقى جو كويس ولطيف ومناسب للكلام ده. تعال نشوف النهارده اول تمرين معانا، بسيط جدا من غير اي اوزان. اول تمرين اللي هو الكرانشز طبعا احنا كلنا عارفينه، طبعا انا مش هطلع بقى والكلام ده تقول لك اوزان والكلام ده، لا بالعكس خالص انا هطلع بصدري طلعه بسيطه، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، طبعا انا بشغل برضو اللور ابس سته، بشغل اللور ابس معايا مش الكرنش بس، سبعه 8 9 بلس 10. تاني تمرين اشغل لور ابس بس، برضو تمرين بسيط جدا، الكبار الصغير والكبير ممكن يعملوا، ادي واحد والمس كعب رجل الارض، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشر، هعمل أربع مجاميع في 15. طب لو عايز صعب على نفس التمرين ده ممكن أعمل أدي واحد أزق لفوق بقى، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. التمرين دي كلها يا جماعة اللي أنا بعملها ممكن أعمل أربع مجاميع في 15 تكرار. التمرين التالت اللي معانا تمرين بلانك كلنا طبعا عارفينه، وده هنعمل أربع مجاميع 45 ثانية ثابت بس. ده طبعا بيستهدف منطقة البطن لور أبس، منطقة الكور اللي هي اللور باك قطنية. اشتغل رجليا طبعا مفتوحة بمستوى كتفي، كوعي تحت كتفي بالظبط عشان كتفي ما يوجعنيش، نظري للأمام، أتنفس عادي ما أكتمش نفسي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. طيب عايز أصعب التمارين، طبعا أنتوا بتلاحظوا إن أنا بديكوا التمارين بيجنر وأدفانس، لو عايز صعب التمرين شوية واحد أدفانس بيبدأ يعمل سوفت ني، أدي واحد اثنين أسرع ثلاثة أربعة خمسة ستة، ده بيصعب لي من أداء التمرين شوية، ثمانية تسعة عشر، أو أفتح رجلي وأقفل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. طيب أجي لتمرين برضه رابع لمنطقة الأوبليك اللي هي الجناب، نشتغل مع بعض، واحد اثنين طبعا زي ما قلنا كوعي بيلمس فخدي، ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، العكس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. آخر تمرين هاخده معايا وده بيشغل مش البطن بس، ده بيشغل كمان اللور باك اللي هو تمرين السلالم أو الستبس. أنا ببدأ السلم بتاعي كده، واحد اثنين ثلاثة، واحد
اثنين ثلاثة تاني، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة تاني، واحد اثنين ثلاثة. كل ده بطني شغالة والقطنية شغالة. نعمل ثلاث مجاميع كل مجموعة دقيقة ثبات. لاست. وبكده احنا النهارده خدنا اكبر باقه واهم تمارين بط عظومي طبعا العجق بتاعي، الشمس حارقه النهارده. خدنا اكبر تمرين او باقه تمارين مهمه لعضلات البط اللي بدورها لو احنا رجعنا نظبط اكلنا طبعا، لان الاكل هو المسؤول الاساسي ان انا ازود دهون او اقلل دهون. طبعا لو عملناها مع البط والتمارين ونظام دايت كويس طبعا هضمن لكم ان احنا نوصل لجسم مثالي ونرجع تاني زي قبل ما نسافر البحر بتاعنا. ومصر سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله في حلقات تانيه جديده مع كابتن فوكس في النادي الاهلي. مع السلامه. We'll be right back.